معنا احد المواهب الفتيه 17 سنه الملقب بالهدي حارس مرمى ينتمي الى النادي السريع تنغير ساكن بحي دوار ايت بولمان هنا في منطقه تنغير على بعد كيلومترين من مركز تنغير. فتن واعد في حراسة المرمى، سترون في الفيديو تصدياته الرائعة. نتمنى من المدارس الكروية والأندية الكروية أن يحظى هذا الفتى بفرص تكافؤ الفرص في فرصة في امتحان، وكما مجموعة من المواهب الفتية الأخرى.